محكمة. نادي على المتهمين. المتهم زين ضياء شهيد. موجود. المتهم علي إمام زكي. أفندم. المتهم حماد أحمد حماد. موجود أفندم. المتهم طارق هشام المنزلاوي. حاضر. جميع المتهمين حاضرين يا فندم. دفاع المتهمين. ضياء شاهين المحامي. حاضر على المتهمين. حاضر معهم كلهم يا أستاذ؟ أيوة يا ريس كلهم. اكتب يا ابني. حضر مع المتهمين من الأول حتى الرابع الأستاذ، واكتب اسم الأستاذ. الأستاذ حاضر مع مين؟ سيادتك أنا حاضر عن المجني عليها. يا ريس الأستاذ ملوش حضور في الجلسة دي، جلسة تجديد حبس. المحكمة هتقول مين اللي يحضر ومين اللي ما يحضرش يا أستاذ. النيابة العامة عايزة تقول حاجة؟ النيابة العامة ما عليك بتطلب استمرار حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات، حيث أن التحقيقات لم تنتهي بعد. الدفاع يتفضل. سيد الرئيس، الحبس الاحتياطي هو إجراء استثنائي إذا استخدم تجاه الأشخاص الذين ليس لهم محل إقامة أو عمل أو لخطورة جرائمه، وإذا كان الأصل في المتهم هو البراءة حتى تثبت إدانته بحكم بات، فإن هذا الإجراء يؤذي المتهمين في شخصهم وعائلاتهم وأسرهم ويعزلهم عن المجتمع، وهو الأمر الذي ارتأى فيه فقهاء القانون أنه تعسف وانحراف يؤدي إلى إطالة مدة الحبس لكثير من المتهمين دون وجه حق. وبالنظر لموضوع الدعوة نرى أنها أحيطت بسياج من الشك والريبة، بدءاً ببلاغ من محامي المجني عليها والذي عمل طيلة حياتي في مجال قضايا التعويضات. خليك في موضوع الدعوة يا أستاذ والالتزام بمبررات الحبس الاحتياطي. أي دعوة يا ريس؟ شباب في عمر الظهور، طلاب في أرقى الجامعات ومستوى اجتماعي رفيع،